بسم الله. دلوقتي هنشوف لو انا عندي زون تمام وفي شباك، فعايز اشوف الشباك دوت اللي جوه هيبقى شايف كل اللي بره ولا لا، امكانية الرؤية تمام. اده الزونة وهعمل بارتيشن صغير كده، ونعمل بارتيشن تاني صغير خليه كده تمام. ده مهم جدا، بحيث مثلا عايز تعمل مكان مخصص للسيدات او مكان مخصص في حاجة معينة مش عايز حد يشوفها، او عايز تتأكد ان مثلا غرفة النوم محدش شايفها، فبتشوف امكانية الرؤية تمام. خلينا نعمل هنا مثلا شباك، لان احنا متفقين من الاول هنعمل شباك ما غيرناش حاجة يعني. شباك اهوت، وهعمل هنا فتحة درو انسيرت شيلد اوبجكت، واقول له فويد، واحدد الويدث العرض والارتفاع، وارتفاع الفتحة من على الأرض، والإكس والواي والزد بتاعهم. تقدر تعمل سيلكت، تعمل موف، مفيش أي مشكلة. أجي هنا هبدأ أقول له أنا عايز أشوف الجريد تمام، عايز أظبط الجريد على الزونة، فأعمل سيلكت على الزونة هنا وأقول له ظبط لي الجريد على الزونة، وفيت جريد تو أوبجكت أوكي تمام. وهبدأ بعد كده أعمل سيلكت الشباك دوت، هقول له كالكوليت، وهقول له فيزابيلتي أناليسيس، بيقول لي أول واحد دوت السيلكت أوبجكت، عايز أشوف المبنى ده، أشوف المبنى التاني ولا في حاجة في النص. تاني واحد الخاص بالنوافذ، بيقول لي أنت عامل سيلكت على العنصر ده، الجريد سايز هيبقى قد إيه، أوتو سيف مود وتشيك بوث سايد، وهقول له أوكي. فهو يبدأ يعمل تحليل بالشكل دوت. الجزء ده مثلا شايف الشباك، الجزء اللي هنا مش شايف الشباك تمام. تخيل ان انت مثلا عامل استاد وفي كراسي كتير قوي مش شايفه الماتش تمام، فده بيحل لك المشكله دوت. ان انت بتعمل تحليل اهوت، اللي هنا بشايف الرؤيه، اللي هنا بشايف الرؤيه، فالاماكن دي مثلا مش ما ينفعش ازرع فيها مثلا يعني، او اللي هنا مش شايف المنظر اللي هنا، فتبقى دارس الموضوع كويس جدا بالطريقه السهله والبسيطه ديت اللي ما خدتش مني وقت خالص. تمام هيخلص، وبعد كده نشوف حاجة لذيذة لو أنا عايز أخد سيكشن أو حاجة زي كده، إزاي نعمل الموضوع ده. إحنا بقى ممكن ندخل في الفيجوال هنا تمام، ونبدأ ممكن تاخد سيكشن زي ما أنت عايز، بحيث إن أنت تشوف الجزء اللي أنت عايزه، وتقدر تقول أنا عايز سيكشن هنا، وتبدأ تشوف أنت عايز السكشن في أي اتجاه تمام. بالشكل دوت تقدر تحرك فيه زي ما انت عايز بالشكل دوت.